السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد البريوات معمرين بالصدر ديال الدجاج وبالشعريه الصينيه طبيغ ميسيل، كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. دابا غادي نبداو مع المقادير. عندنا هنا الورقه ديال البسطيله بطبيعه الحال لي حاجه ضروريه في هاد لاغوسيت، انا خديتها جاهزه ولكن كان وعدكم غادي ندير معكم واحد الفيديو خاص بالورقه ديال البسطيله. عندنا الشعريه الصينيه اللي سبقنا درناها في الماء طايب حتى ترخات وصفيناها. عندنا صدر ديال الدجاج مقطع مربعات، واحد البصله مشلضه، عندنا شويه ديال الزيتون مقطع مع شويه ديال القزبر والمعدنوس، عندنا الزيت باش نشحروا المواد ديالنا، عندنا الملح والابزار والفلفل الاحمر التحميره، عندنا شويه ديال الزبده دايبه باش ندهنوا الورقه ديالنا باش ما تجيناش ناشفه باش تكون مقرمشه فاش ندخلوها للفران. غادي ندير دابا في واحد المقله ندير البصله ديالي تشحر ونزيد عليها صدر ديال الدجاج، ومن يطيبوا غادي نزيد عليهم شويه ديال الملح والابزار والفلفل الاحمر، ونزيد عليهم الشعريه الصينيه والقزبر والمعدنوس وهذا الزيتون مقطع، وهذا فرماج. هذه الاضافه هذا ما حطيتوش لكم في مع المقادير ولكن ممكن تزيدوه. مني بردت لي الحشوه ديالي زدت عليها الفرماج محكوك وخلطتهم، ودابا غادي نبداو نصايبوا البريوات ديالنا. في هذا الكاس هذا درت واحد الخليط ديال الدقيق والماء باش نبقى نلصق هذوك البريوات ديالنا. غادي ندهن، ناخذ شديت الورقه ديالي قطعتها على جوج على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غادي ندهنها بالزبده كيف ما قلت لكم باش تجينا مقرمشه حيت غنطيبها في الفران ما غاديش نقليها. غادي ناخذ الحشوه ديالي نحطها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، انا كنتني هذاك القنص باش باش تجي سهله في الطويان. نحاولوا نديروا على شكل مثلثات، تنظن كلشي كيعرف يطوي البريوات على هذا الشكل هذا. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نلصقوها بهذاك الخليط ديال الماء والطحين اللي درنا باش ما تحلش لينا فاش تكون طيب. غادي نحطها في اللاطة ديالي اللي سبق ليا درت فيها ورق الزبدة باش ما تلصقش لينا لصقوش لينا البريوات ديالنا. غنعاود وحده اخرى معاكم باش البنات اللي ما كيعرفوش الطريقه ديال طويان البريوات يشوفوها مره اخرى. كيف ما قلت لكم ضروري تدهنوا الورقه ديالنا بالزبده باش تجينا مقرمشه وتجينا محمره. ناخذ شويه ديال الحشوه ديالي غادي نحطوها هكا كيف ما كتشوفوا، وغادي نطوي البريوه ديالي ونستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا البريوات ديالنا كاملين. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نلصقوا هذاك الطريف اللي كيشيط هكا كنلصقوه بالخليط اللي فيه الطحين والماء، ونحطوها في اللاطه ديالنا كيف حطينا الاخرى. نستمروا بهذه الطريقه تنكملوهم. كيف ما كتشوفوا هنايا انا كملتهم ودرتهم في واحد اللاطه فيها ورق الزبده، وما تنساوش دهنوهم من الفوق بالزبده باش يجوكم مقرمشين ويجيو محمرين وما يجيوش ناشفين. دخلتهم للفرن سخون تقريبا 21 دقيقه، طابوا البريوات ديالي كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا.